عايزينهم كلهم يدخلوا، عايزين كل الدفعه دي تدخل، دخلهم فصلا زي البنات. البنات دخلوا، البنات عملوا معلش ثلاث صبيان هيبقوا بعد كده بعد كده دولت هما اللي هيفتحوا بيوت، انما البنات بتتجوز ورجاله هي اللي بتصرف عليها، دول بعد كده هيصرفوا على جوازتها. فالمفروض هما اللي يخشوا اسود البنات. الصبيان كلها تدخل، كل الصبيان تدخل، ولا هما عايزينهم بلطجيه وبياعين مخدرات، هما عايزينهم يشتغلوا بياعين مخدرات.